في مقولة شهيرة بتقول إن التاريخ لا يتذكر إلا الطوال، وإنه دايماً بيغفل القصيرين. حلقة النهاردة عن رجل قصير بس صنع تاريخ خلاه أهم شخص في مجاله. عشرينيات القرن العشرين كانت وقت صعب جداً على ألمانيا اللي اتهزمت في الحرب العالمية الأولى، وتحت تأثير الانهيار الاقتصادي بعد الحرب وبدوافع الرغبة في التغيير ظهر فيها الحزب النازي، حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني بقيادة أدولف هتلر اللي وصل للحكم سنة 1933. يمكن الجرائم اللي ارتكبها النظام النازي ضد الإنسانية تحيلك أحياناً إن النازيين صعدوا للحكم بالقوة أو إنه كان نظام فاقد الشرعية، بس الحقيقة العكس هو الصحيح. حزب العمال القومي الاشتراكي وصل للحكم بعد معركة ديمقراطية فاز فيها الحزب واكتسب شرعيته بالصندوق. النازيين فازوا لأنهم كانوا أساتذة في فنون البروباغندا، حرب العقول والقلوب. النازية في الأساس حركة عنصرية قامت على تمجيد الجنس الآري، على أساس إن الأبيض الأشقر الطويل جنس أرقى من الأسمر الملون القصير أو اللي شعره أسود أو بني. ألمانيا النازية كان فيها مواصفات بالمقاس بيتحدد على أساسها المواطن الدرجة الأولى، والمواطن غير المطابق للمواصفات كان بيعتبر حسالة. ألمانيا النازية كانت بتعدم المعاقين والمواليد المشوهين علشان تحافظ على نقاء العرق الآري. تخيل بقى إن اللي باع خرافة التفوق العرقي للشعب الألماني كان قصير وأسمر وشعره أسود ومعاق. دكتور جوزيف جوبلز ما كانش مطابق للمواصفات اللي عمل لها ماركتينج، بس كان عبقري فيما يعرف اليوم باسم العلاقات العامة والتسويق. أي كتاب أو مقال هتقرأ عن البروباغندا لازم تلاقي اسم جوبلز فيه، وعلشان جوبلز كان وزير البروباغندا في نظام هتلر بقت كلمة بروباغندا نفسها كلمة سيئة السمعة، يعني هو اللي عملها وهو اللي شوه سمعتها. الراجل ده استغل وسائل الإعلام اللي كانت على أيامه اختراعات جديدة زي الراديو والسينما، استغلها أكتر وأشطر من أي حد تاني في التاريخ في تسويق نظام عنصري فاشي مجرم عنده أحلام غير منطقية بسيادة العالم. رغم أنها تبدو مهمة مستحيلة، جوبلز قدر يسوق الأفكار دي ويقنع بيها عشرات الملايين من الشعب الألماني لدرجة الجنون والعبادة. جوزيف جوبلز اتفرج على أفلام الدعاية اللي كان بيعملها النظام السوفيتي في بداياته بعد الثورة البلشوفية، وطلع بملحوظتين مهمتين أسس عليهم منهجه. أولاً إن الأفلام الدعائية السوفيتية شكلها أفلام دعائية، يعني اللي هيتفرج عليها هيفهم إن ده عمل فني هدفه التوجيه علشان الرسائل السياسية اللي فيه واضحة بزيادة. وبناءً عليه اتجه هو لإنتاج دعايات شكلها مش دعايات والرسائل السياسية فيها مبطنة. ثانيا، جوبلز لاحظ إن الناس بتزهق من كتر التوجيه، مش كل شوية تعمل لهم أفلام عن العظمة والمعارك الوطنية والإنجازات عمال على بطال. وبناء عليه جوبلز كان بيخلي النسبة الأكبر من الإعلام عبارة عن تسلية وترفيه. الراديو بيذيع مزيكا وأغاني طول النهار، وأفلام السينما اللي كانت الدولة بتنتجها أكتر من 80% منها سينما ترفيهية ما فيهاش أي إعلام موجه. جوبلز هو اللي حط قاعدة إن الإعلام الموجه أو البروباغندا زي الدواء، ليها جرعة ما ينفعش تزيد وإلا هتفشل. مهما كنت عبقري ما فيش أحسن من إن مديرك يبقى فاهمك وفاهم أهمية شغلك. هتلر نفسه كان فاهم كويس قوي أهمية البروباغندا والماركتينج، هو نفسه كانت عنده مواهب في الحتة دي. يعني هو مثلا اللي صمم شارة الصليب المعقوف، البراند بتاع النازية اللي بقى جزء لا يتجزأ من الإيمج بتاعت الحزب. في ملحوظة طريفة في النقطة دي، الصليب المعقوف المفروض إن هو رمز للسلام، بس تحول لشعار واحدة من أكتر الحركات السياسية دموية في التاريخ. هتلر كمان كان بيستجيب لمتطلبات البروباغندا،
على سبيل المثال، رغم أنه صعب جداً أن الدكتاتور يقبل يتعلم حاجة لأنه بيبقى عنده من الغرور ما يوحي أنه هو فوق مستوى البشر وما يصحش يتعلم منهم حاجة، بس هتلر كان بيتعلم. جوبلز عمل لهتلر تدريب مكثف على الأداء المسرحي علشان يحسن قدراته الخطابية أكتر وأكتر، وواضح من الصور أنه كان واخد الموضوع جد. هتلر كان بيتصور ليل نهار علشان كان مقتنع بأهمية الصورة في التأثير على الجمهور، وكان المصور هاينريك هوفمان مصوره الشخصي ملازم ليه وبيصوره في كل حركة تقريبا. وهوفمان كان موهوب وعرف يقدم هتلر من خلال الصور كزعيم ملهم. كل حاجة كانت مدروسة وبتتقدم علشان تعزز صورة ذهنية للنظام وللزعيم وللأفكار النازية. المزيكا والأغاني الوطنية، المسيرات العسكرية الضخمة، خصوصا مسيرة نورنبرج السنوية اللي كانت بتخلد ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة اللي عملها النازيين سنة 1923. ألبرت سبير وزير الأشغال في عهد هتلر، أو مهندس الشيطان زي ما بيسموه، صمم عرض الأضواء الأسطوري ده في مسيرة نورنبرج، وجاب كشافات الطيارات اللي المفروض تراقب السماء وتكشف الطيارات المعادية ووجهها رأسيا علشان الضوء بتاعها يعمل مشهد الأعمدة الخرافي ده، أعمدة واصلة من الأرض للسماء. المشهد ده مع الديكورات التانية مع الحضور الضخم المنظم لجماهير الحزب وصفوف الجنود زرع في أذهان الناس صورة العظمة اللي بيمثلها الحزب. ووضح طبعا بصمات ألبرت سبير على حفل افتتاح أولمبياد برلين سنة 1936، أكبر وأغلى حفل افتتاح اتعمل للأولمبياد في تاريخها لحد دلوقتي. وحفل الافتتاح ده كان هدفه أنه يوصل للعالم بره رسالة عن عظمة ألمانيا ونهضتها. سبير عمل تعديل على تصميم استاد برلين علشان يناسب فكرة العظمة دي، بأنه خلى الواجهات الخارجية للاستاد كلها تتبني أعمدة بالحجر على هيئة تشبه الكولوسيوم بتاع الإمبراطورية الرومانية. لما تقرأ مذكرات جوزيف جوبلز هتفهم أن الراجل ده كان مدرك كويس جداً لحدود البروباجندا، لقدراتها، يعني فاهم أن صعب جداً الدعاية المجردة تغير سلوك ومفاهيم الناس اللي عدت سن الشباب. يعني بالنسبة للأطفال أوكي تمشي، إنما الناس اللي كبرت فعلاً صعب البروباجندا تغير أفكارهم. الشطارة عنده بقى أنه استغل الأفكار والمشاعر اللي كانت موجودة بالفعل عند الشعب الألماني والمخاوف. على سبيل المثال، دعايات كراهية الشيوعية، الدعايات النازية لعبت على المخاوف الطبيعية اللي كانت موجودة بالفعل عند النسبة الأعظم من الطبقة الوسطى الألمانية تجاه الشيوعية. ده بوستر من سنة 1919 قبل النازية، وهو بوستر مناهض للشيوعية وشايف الشيوعيين مخربين، يعني الفكرة كانت موجودة أصلا. وعلى ذكر البوسترات بقى، جوبلز استخدم كل وسائل الإعلام المتاحة لي بمنتهى الكفاءة، بس الحقيقة هو استخدم البوسترات بكثافة وبفعالية ملفتة جدا، سواء في الدعاية الانتخابية أو في الحشد للحرب أو للتجنيد. كله البوسترات كانت من أكتر وسائل الدعاية استخداما في ألمانيا النازية. الراديو كمان كان وسيلة فعالة جدا لنشر الدعايات النازية للناس، بس الراديو في الوقت ده كان لسه حاجة جديدة. بس نظرا لتأثير الراديو، ألمانيا كانت بتصنع راديوهات رخيصة علشان الراديو يبقى في كل بيت، وبالتالي الدعاية تبقى في كل بيت. قبل الحرب العالمية الثانية، الحلفاء ما كانوش عارفين يتعاملوا مع الآلة الإعلامية النازية وقدرتها الفائقة. تصور أن الصحافة العالمية كانت بتفضل تاخد معلوماتها من راديو برلين. ليه؟ علشان الدقة والمصداقية والمهنية. والله زي ما بقولك كده، الدقة والمصداقية والمهنية. الحقيقة أن الآلة الإعلامية الألمانية كانت مستعدة بس قبل الحرب، متجهزة كويس، مسألة كفاءة مش مسألة توجه. لما دخلنا الحرب نفسها، بدأت ألمانيا تصدر مجلة جديدة اسمها سيجنال. المجلة دي كانت بتعمل دعاية للانتصارات الألمانية على كل الجبهات. كانت بتعرف الدول اللي احتلتها ألمانيا أو الدول اللي لسه هتحتلها ألمانيا بحاجات عن ألمانيا العظيمة، وكانت بتتنشر بلغات كتير. وكان في حاجة مهمة برضو في مجلة سيجنال، وهي إنها من أوائل المطبوعات في العالم اللي تنشر صور ملونة. من ضمن الصور دي صور كتير لبنات حلوين العين أحيانا علشان يلطفوا الجو، بس سيجنال في الأساس كانت مجلة بروباجندا. وعلشان كده ألمانيا بعتت أفضل مصوريها لجبهات القتال المختلفة علشان يصوروا الصور اللي هتتحط في المجلة اللي تحولت النهاردة لأكبر مصدر للصور الجيدة عن الحرب العالمية الثانية.
خلال الحرب كانت الدعايات الألمانية سواء سيجنال أو المجلات التانية أو شرائط الأخبار اللي كانت بتتعرض يومياً في السينمات بتركز على انتصارات ألمانيا، مزيكا حماسية، مشاهد حرب، ضرب، والقوات الألمانية تتقدم، وكل ده كان بيسري على أي تحرك للقوات الألمانية على الأرض. حتى لما كانت القوات دي بتنسحب كانت شرائط الأخبار بتقول إن الانسحابات دي تكتيكية وإنها مقصودة. وبمناسبة الانسحابات التكتيكية خلونا نتكلم عن المارشال إيرفين روميل الملقب بثعلب الصحراء وصاحب أشهر سلسلة انسحابات عدم المؤاخذة التكتيكية في التاريخ. مبدئيا كده خلونا نعرف إنه الجيش الألماني كان فيه 20 فيلد مارشال، 20 مشير. سلاح الجو الألماني كان فيه 6 مارشالات غير عشرات الأدميرالات وأمراء البحر في الأسطول. مفيش حد منهم حصل على الشهرة اللي حصل عليها المارشال روميل. روميل كان قائد عسكري مميز وليه معارك مشهودة، سواء في أوروبا لما كان قائد الفرقة السبع مدرع اللي شاركت في غزو فرنسا وكان ليها بطولات أو بين قوسين مغامرات جنونية غير محسوبة، أو في معاركه في شمال أفريقيا لما هتلر بعته على رأس الفيلق الأفريقي علشان يساند الطلاينة اللي كانوا الإنجليز مروقينهم على الحدود بين مصر وليبيا. بس روميل ما كانش أفضل قائد عسكري في ألمانيا النازية، ما كانش أفضل من إريك فون مانشتاين أحد أفضل الاستراتيجيين في تاريخ العسكرية العالمية كلها، ما كانش أفضل من هانس جوديريان اللي اخترع حرب البرق ويعتبر عميد حروب المدرعات في التاريخ كله، ما كانش أفضل من كارل دونتس قائد البحرية اللي كان مشيب الحلفاء في البحر ومنيم المحيط الأطلسي من المغرب. ليه روميل بقى أشهر منهم وأشهر من قادة كتير يعتبروا رموز في الكفاءة؟ الإجابة هي البروباغندا، الدعاية. هنرجع بالزمن شوية، بس الأول ما هتلر صعد للحكم وقتها استلم الجيش وفي نخبة عسكرية مستقرة بقالها مئات السنين، يعني جوديريان ده عيلته كلها أبا عن جد ضباط كبار، فون مانشتاين ده أبوه وجده وجد جده لحد بدء الخليقة كانوا ضباط كبار في الجيش، وهتلر نفسه أيام ما كان في الجيش فشل في أنه يترقى أكتر من رتبة عريف. ويشاء التاريخ أن العريف ده بقى قائد أعلى للأرستقراطية العسكرية دي كلها. من الآخر كانوا أنضف منه بكتير وكانوا بيحتقروه، بيطيعوا أوامره لأنهم جيش ألمانيا وبينفذوا أوامر القيادة الألمانية مهما كانت، بس شخصيا كانوا بيحتقروه. يعني المارشال فريدريك باولوس قائد الجيش السادس الألماني اللي اتحاصر جات له أوامر من هتلر أنه يصمد ويقاتل حتى آخر جندي، معبروش وراح سلم نفسه للسوفييت وقال بلا قرف بقى بلا قلة أدب، نبقى جنرالات قد الدنيا ونسمع كلام حتة عريف غبي زي ده. الفرق بقى إن روميل لم يكن ينتمي للأرستقراطية العسكرية الألمانية التقليدية، أبوه كان نظر مدرسة أساسا وهو دخل العسكرية وترقى فيها بدراعه بكفاءته، وده اللي استغله وزير البروباغندا جوزيف جوبلز كويس قوي لما قدمه للشعب الألماني على أساس إنه إله الحرب اللي صعد من وسط صفوف الجماهير العريضة زيه زي هتلر، يعني الزعيم الملهم اللي صعد برضو من صفوف الشعب. شفت التشبيه؟ لما جه روميل بقى عندنا في شمال أفريقيا كان بيحارب ضد الفرقة البريطانية السبع مدرع اللي كان اسم الشهرة بتاعها جرذان الصحراء، وجرذان الصحراء دي في الطبيعة مين بيفترسها؟ التعالب. يبقى نسمي روميل ثعلب الصحراء، لا ملعوبة. والثعلب برضو معروف انه مكار ومحدش بيعرف يقفشه، ودي كمان كانت لايقة على روميل بسبب سلسلة الانسحابات اللي عملها في شمال أفريقيا من العالمين لحد تونس، لحد ما جيشه تهرس عن بكرة أبيه وما طلعش منه سليم غير الأخ روميل لوحده. وكل اللي فشل في شمال أفريقيا ده اترجم للشعب الألماني وللعالم على إنه انسحاب تكتيكي عبقري لسه في ناس مصدقينه لحد دلوقتي. طيب احنا أخدنا البروباغندا الألمانية كمثال على دور الدعاية في الحروب، وزي ما شفنا كل عناصر البروباغندا الألمانية كانت هايلة وكانت مبتكرة. ليه بقى ألمانيا خسرت الحرب؟ ليه ألمانيا اتهزمت على كل الجبهات وحلم جرمانيا العظمى ما تحققش، والجنس الآري ما بقاش الجنس السيد في الوطن السيد، ولا أي حاجة من الدعايات اللي قالتها؟ سؤال غير وجيه بالمرة، لأن البروباغندا دورها أو وظيفتها إنها تغير مشاعرك تجاه واقع، تخليك تحب هذا الواقع أو تكرهه، وبالتالي يبقى لك أكشن تجاه هذا الواقع، إما تساعد على بقائه لو بتحبه أو تشتغل على تغييره لو بتكرهه. يعني البروباغندا ممكن تخليك تحب بلدك وتخليك تكره عدوك، وتخليك تبني بلدك وتخليك تحارب عدوك، بس البروباغندا لوحدها مش هتكسبك الحرب لأنها مش واقع، هي زي ما قلت
مشاعر تجاه واقع. يعني معقولة القنابل والصواريخ تهد سقف بيتك على راسك انت شخصياً وشايفها بعينك، واجي انا اقنعك ان العدو لسه ما وصلش عندنا واننا زي الفل وبننتصر؟ لو صدقتني مرة هتصدقني لحد امتى؟ الشعب الألماني فضل مصدق دعايات جوبلز لحد ما السوفيت وصلوا برلين، والجيش والمدنيين من ضمنهم أطفال كمان شاركوا في المعركة الأخيرة للدفاع عن العاصمة الألمانية، وكان دفاع مرير. دي صورة لآخر مرة يظهر فيها هتلر بره المخبأ بتاعه، وانتحر بعدها بيومين. بس العيال دول فضلوا شايلين سلاح وبيدافعوا عن العاصمة حتى بعد سقوطها. البروباجندا ممكن تساعدك في الحرب مساعدة كبيرة لما تقنع عدوك إنه ما يقدرش عليك. ممكن تقوي قلب جنودك في الحرب لما تحسسهم إنهم أبطال محدش يقدر عليهم. إنما البروباجندا ما بتضربش نار. في الأول والآخر ليها سقف وليها صلاحية زمنية، لأن الواقع أقوى. أضف إلى ذلك إن الخصم أو العدو مش نايم برضو. طب ما السوفييت عملوا حملة بروباجندا في الحرب حمست شعب بيضرب بالجزم وحولته لشعب وطني وبيشحن جنود على الجبهة بيموتوا بالملايين. حملة أحيت أبطال عصر ما قبل الثورة البلشوفية، اللي ما كانوا بيقولوا عليه العصر البائد، ومجدت سيرتهم وفكرت الروس بانتصاراتهم على نابليون وعلى الحملات الألمانية اللي كانت بتستهدف روسيا في العصور الوسطى. الإنجليز اللي عملوا البروباجندا بتاعتهم اللي نجحت في إقناع الشعب البريطاني بالصمود في حرب كانت ألمانيا أقوى في بدايتها بكتير جدا من بريطانيا، وكانت مطربقة لندن بالقنابل. بس أساليب الحرب النفسية أقنعت الإنجليز إنهم أقوى وإنهم محصنين ضد الهزيمة وانتصروا. حملات البروباجندا الأمريكية أثناء وبعد الحرب شيطنت النازية والفاشية وصورتهم على إنهم حركات ضد الحضارة وضد الإنسانية، في الوقت اللي كانت النازية والفاشية بتقدم نفسها للعالم على إنها حركات بناء ومجد وعظمة. الدعايات الفرنسية أقنعت شعوب المستعمرات إنهم فرنسيين وإنهم لازم يحاربوا الألمان نيابة عن فرنسا، لأن تحرير فرنسا من الاحتلال هيبقى في صالحهم، مع إن الواقع هو العكس تماما، والجزائريين والمغاربة والسنغاليين والكاميرونيين وغيرهم من شعوب المستعمرات حاربوا ومات منهم مئات الآلاف في معارك تحرير فرنسا ولا كأنها بلدهم. وفي النهاية الحرب النفسية واحدة من الأسلحة في الحرب، وبالنسبة لألمانيا كانت واحدة من أقوى أسلحتها من أول لحظة لآخر لحظة في الحرب العالمية الثانية. واللي أنتجته ألمانيا من فكر في هذه المرحلة اتحول بعد كده لنظريات أساسية في عالم الدعاية والتسويق السياسي والتجاري اللي لسه فعالة لحد دلوقتي، لدرجة إنه أي حد شاطر في المجال ده بيلقب بإنه جوزيف جوبلز.